السلام عليكم ورحمة الله. دونك بالنسبة للجيب غولاسونيل، حاولت نعطيكم في لابارتي الأولى شنو كاين فيها بصفة عامة، والأنواع ديال التمارين اللي غادي خاصكم دوزوهم باش ما يكون عندكم حتى مشكل فيها. دونك هاد لابارتي هادي اللي غنشرح في هاد الفيديو هي لابارتي الأولى اللي ما فيهاش سامبليفيكاسيون طابلو دو كارنو. طابلو دو كارنو إن شاء الله نديروه من بعد. دونك بصفة عامة في لاجيبغ دو بول كندويو على سكون ابيل اون فاريابل لوجيك. دونك فاريابل لوجيك هي واحد لافاريابل اللي فيها جوج ديال لي زيتا بوسيبل، هي صفر هي واحد. فونكسيون لوجيك هي فونكسيون اللي كيكونو عندها دي زونتخي، هما عبارة على دي فاريابل لوجيك وكتابليك عليهم هديك لا فونكسيون كتعطينا واحد لا سورتي اللي حتى هي غتكون لوجيك، يعني هي زيرو هي واحد في النتيجة. La sortie. La fonction logique est caractérisée par trois éléments. Elle est caractérisée par l'expression logique. Qu'est-ce qu'on peut dire par l'expression logique d'elle? Qu'est-ce qu'on peut dire par table de vérité d'elle? أو لتعرفها باللوجيغرام ديالها. دونك هادي راها بارتي دو كور، أي واحد ما عرف شي حاجة غيمشي يشوفها، ولكن ولا غنشوفها في التمارين من بعد. بالنسبة لينا فونكسيون لوجيك تتعرف بوحدة فيهم. دونك التمارين ديجا اللي كيقولوا لك اللي كيخدموا على لي فونكسيون لوجيك كاينين ثلاثه الانواع. الاولى هو ان كاين التمرين اللي كيعطيك في المعطيات ليكسبريسيون لوجيك وكيطلب منك تعطي لا طابل دو فيريتي واللوجيغرام. دونك اعطينا ليكسبريسيون لوجيك وحنا كنستنتجوا لا طابل دو فيريتي واللوجيغرام. كاين هاد التمارين، كاين التمارين الاخرى اللي كيعطيونا هما طابل دو فيريتي وكيبغيو نلقاو لي زيكسبريسيون لوجيك، وهنا غنضطروا نخدموا لي فورم كانونيك و لوجيكال. دونك الا كان بحال هاد النوع تاع التمرين اللي عطينا هما في الديبار طابل دو فيريتي وقالوا لينا نلقاو ليكسبريسيون لوجيك، فاحنا غنستخدموا لي فورم كانونيك. غنمشيو نشوفوا اشنو هي الان اف سي و دو اف سي باش نطبقوهم، ولا نطبقوا هي وحده فيهم على حسب السؤال، ومن بعد لوجيكال راه كيترسم عادي. ابخي كاين اخر نوع ديال التمارين هو اللي عطاوك اللوجيغرام، كيعطوك الرسم لو شيما، ومن بعد كيقول لك استنتج ليكسبريسيون الجيبريك وكيقول لك استنتج لا طابل دو فيريتي ديالك. دونك فوالا هاد التمارين هما راه كلهم ساهلين، ولكن الا شفتوهم دونك خاصكم غير تشوفوهم تحاولوا معاهم، راه ما غيكونش فيهم مشكل ان شاء الله. غنخدموا كل نوع من هاد التمرين من بعد. المهم كاين نوع اخر ديال التمارين اللي هو فاش تيعطي لك واحد ليكسبريسيون لوجيك ديال شي فونكسيون ويقول لك لقى لو كومبليمون ديال هاد لا فونكسيون هادي. فهنا الا طلبوا منك لو كومبليمون يعني البار ديالها، الا عطاوك اف وقال لك لقى شحال هي اف بار، فهما كيطلبوك انك تابليكي لي لوا دو مورغان، حيت لي لوا دو مورغان هما اللي كيتكلفوا بهذاك توسكي كومبليمون ديال لي فونكسيون. كاين اوسي دي كيسيون اللي كتحطو فاش تعطيو لك واحد ليكسبريسيون اولا واحد لا فونكسيون لوجيك، يقول لك بين انها تساوي واحد ليكسبريسيون ديال واحد لا فونكسيون لوجيك واحد اخرى. دونك الا بغيتي تبين ان دو زيكسبريسيون هما بحال بحال، كاين عندك جوج طرق، يا اما تخدم لا طابل دو فيريتي، يعني تمشي ترسم طابل دو فيريتي ديال هذا والطابل دو فيريتي ديال هاد لا فونكسيون لوجيك وتلقاهم بحال بحال، يا اما غادي تخدم لي تيوريم ولي زاكسيون يعني لا سامبليفيكاسيون الجيبريك وتبدا من وحده فيهم، مثلا تبدا من هادي وتبقى كتنشر اولا كتعمل باستخدام هاد لي تيوريم حتى تطيح في هاد الثانيه، اولا تبدا من هاد الاولى وتبقى كتنشر وتعمل حتى تطيح في هاد الجاي. دونك بصفه عامه هادشي اللي كاين في الانواع ديال لي فونكسيون ديال لي زيكزارسيس اللي كيدويو لينا على لي فونكسيون لوجيك وعلى يعني كيفاش نغوبريزونتيهم سامبليفيهم الجبريكمون. ابري كاينين لي تيب اللي كيخدمو لينا بلي طابلو دو كارنو اللي هي لا سامبليفيكاسيون غرافيك اللي عندها قواعد خاصها تطبق وحتى هي سهله وكتكون في التمارين، ان شاء الله غادي نخدموها وما غادي يكون عندكم فيها حتى مشكل. فالمطلوب منكم فقط انكم تبذلوا مجهود وتخدموا التمارين وتفهموا، اي سؤال كان عندكم تسولوا عليه حتى تفهموا، ماشي غير الحفاظه، خاص هادشي تفهم، اون فوا كيتفهم راه ما تيكون عندك حتى مشكله فيه. كنتمنى لكم التوفيق ونلتقي ان شاء الله في فيديو اخر، الى اللقاء.